رمضان مبروك، رمضان كبرك، ربنا يتقبل صيام مقبول علي أمة محمد، آمين. رمضان لمتنا وفيه حكايتنا، حكاية العمر والسنين، حكاية الناس الطيبين على زمان ولا توا، الخير مازال في الناس، أشكال والوان، التسامح صفة المؤمنين، والخير ليوم الدين، نبو صفحة جديدة هو تاريخ اليوم، سامحوا بعضنا ونرجعوا أخوة ملتمين، والسلام رايتنا دوم التحدين، نبنوا بلادنا على خاطر صغارنا، ونحلوا باب الود بين أهلنا وناسنا. يا رب لم شملنا ووحد كلمتنا بغربها وشرقها وجنوبها، وعلى الخير ملتمين. يا الله قول يا أمين ومن يسمعنا آمين. رمضان مبروك، رمضان كبرك. يا سلام يا سلام، وأخيرا حنولي نجم، نجم في السوشيال ميديا والتلفزيون. لا لا يا حاج، انت نجم من غير حتى ما تقول الكلام اللي كنت تقول فيه توا. اليوم طلعت في التلفزيون، اليوم طلعت في التلفزيون وقلت لهم عمكم الحاج نبيه ينزل خبر عاجل. ضربتك الشمس انت اليوم يا حاج. لا الشمس زرق عليا، انت مالك ومالي؟ كيف مالي ومالك وانت تبي تولي نجم وبينزلوك في خبر عاجل؟ وش ناقصني، عين ولا خشم؟ مش ناقصك شي يا حاج، بس يا حاج انت عندك هيبة بين الناس، بتطلع ترقص ولا بتغني ولا شني يا نهاري الابيض؟ بديت تطيحي في القدر، وانا نوعدك وبونتو فيك حنطلع للعالمية بحركاتي البهلوانية. ربي تبت علينا العقل والدين يا حاج، شلقتني نقطع ونريشو ولا نتشقلب زي الفكرونة في الشارع؟ حشاك، ما هو اللي يبي يولي ترند يتشقلب وينقز ويطير ويجنح باش يولي ترند عصره وزمانه. فهمت انت تقصدي جماعة التوك توك. لا 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 لا، انا بعقلي وما تخافيش علي. يا خوفي يا حاج يا خوفي، نلقاك فاتح التيك توك وتقول لهم كبسوا كبسوا. لا كبسوا لا حبسوا، انا بقدري وبطاقيتي وما فيش حد نخليه يقول لي كبس. ليام بناتنا يا حاج، وقول ما قالتهاش بريكة. وبعد 5 دقايق و24 ثانية، تكبسوا كبسوا يا هو، كبسوا ننهارات السود، كبسوا كبسوا. ايش نجاك يا حاج، على مين تكبس؟ مش قلت لي لا تكبس ولا تحبس؟ هم قالوا لي كبس تو تربح فلوس. مش قلت لك يا حاج بيجروا بيك وبتولي ترند عصرك وزمانك؟ ما فهمتش تقولي غير كبسي معاي، بس كبسي الطنجرة على النار، لا نعرف نكبس ولا نعرف حتى الدول فاضية. تباهي باهي بري طيبي لنا كبسة، قصدي طيبي غداك، بري طيبي غداك. بشفاي يا حاج ان شاء الله. كبسوا يا اولاد، كبسوا كبسوا، تبعتوا لنا اسد ولا طيارة تكبسوا لنا، عاد بالله عليكم كبسوا. رمضان مبروك، رمضان كبرك، ربنا يتقبل صيام مقبول علي أمة محمد، آمين. رمضان لمتنا وفيه حكايتنا، حكاية العمر والسنين، حكاية الناس الطيبين على زمان ولا توا، الخير مازال في الناس، أشكال والوان، التسامح صفة المؤمنين، والخير ليوم الدين، نبو صفحة جديدة هو تاريخ اليوم، سامحوا بعضنا ونرجعوا أخوة ملتمين، والسلام رايتنا دوم التحدين، نبنوا بلادنا على خاطر صغارنا، ونحلوا باب الود بين أهلنا وناسنا. يا رب لم شملنا ووحد كلمتنا بغربها وشرقها وجنوبها، وعلى الخير ملتمين. يا الله قول يا أمين ومن يسمعنا آمين. رمضان مبروك، رمضان كبرك.